안녕하세요. 저는 라비예요. وحشتني جدا جدا جدا. أولا كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ينعاد على الأمة الإسلامية كلها رمضان بألف خير يا رب. وكل سنة وحياتكم جميلة، كل سنة وأهاليكم مبسوطين، كل سنة وانتم قريبين من كل اللي بتحبوهم. قبل ما نبتدي الفيديو، أنا بصيت بصة سريعة كده على الكومنتس، و مش عارفة اقول لكم يعني. طبعا يعني مش هرد هنا في الفيديو، بس ما رضيتش ارد على حد وحد لأ، وكنت عايزة انزل لكم الفيديو بسرعة. فبعد الفيديو ان شاء الله هرد على كل كومنت من الكومنتات الجميلة دي، ولكم بالمثل يا رب. ويا رب كل اللي قال لي كلمة جميلة يعني ربنا يسعد قلبه، فشكرا جدا. النهاردة ان شاء الله هيكون اول مرة نشرح فيها جرامر. هناخد النهاردة بإذن الله حاجة يعني اللي هو ايه هو verb to be بالكوري. يلا نشوف. اولا ممكن مثلا حد يقول لي انتي بتشتغلي ايه، فلو الحد ده مثلا اختي الصغيرة، صاحبتي، واخدين على بعض قوي قوي يعني، فممكن اقول له تشو سون سنين، انا تشو او تشونن يعني، بس تشونن نن دي ارتكل. فلو بنتكلم يعني باللغه اللي هي العاديه خالص، فمثلا ممكن اقول تشو سون سنين، انا سون سنين معلمه. لكن في اللغه الرسميه او الفورمال، حتى لو مش فورمال قوي يعني، مش ان احنا بنكلم بقى مديرنا في الشغل ولا كده، لا يعني، بس بنكلم حد اكبر مننا، حتى لو اصحابنا او كده، بس اكبر مننا او يعني بنتكلم بلغة رسمية شوية، فلازم نستخدم حاجة اسمها ايايو او ييو. فدي باللغة الرسمية. verb to be في الانجليزي اللي هو بيكون ام او اذا او ار وهكذا، بيختلف طبعا. مثلا اي بتاخد ام، هي وشي وات بياخدوا از، وار او زي او كده بياخدوا ار. طيب الفيرب تو بي دوت اللي هو فعل يكون، عندنا في الكوري بيكون عامل ازاي؟ اولا هو ما بيختلفش بفكره هو او هي او انا او هما او انت زي الانجليزي، لا. هنا بيجي على حسب اخره كونسوننت او اخره فاول. فعندنا هنا الـ verb to be بتاعنا او فعل يكون اللي هو ايايو، ايايو او ييو، ايايو او ييو. ايايو او ييو هما فعل يكون، فالطبيعي ان لازم يجي يعني ما ينفعش لان هما فعل يجي مثلا قبلهم فعل، فالطبيعي ان بيجي قبلهم اسم. يبقى خلينا عارفين ان ايه يو وي يو بيجي قبلهم اسم. اتفقنا مثلا ان لو مثلا verb to be في الانجليش، فمثلا ممكن اقول I am رحاب مثلا. ام هنا او اللي هو verb to be جه في النص، لكن في اللغة الكورية اي فعل لازم يجي في اخر الجملة. فلو عايزة اقول تشونان انا ريحاب يايو، تونان ريحاب يايو، يبقى انا اكون رحاب، بس حطينا فين فعل يكون في الاخر، فقلنا تونان ريحاب يايو، انا رحاب اكون. ده ترتيب الجملة. فعايزين نشوف الفرق او امتى بنستخدم يايو ويايو. قلنا ان verb to be هنا او اللي هو يايو ويايو ما بيكونش على حسب مثلا هو او هي او انا او انت او كده، هو بيكون على حسب الكلمة دي اخرها بتيم، والبتيم احنا اتفقنا ان هو الكونسنانت اللي بيجي تحت. فلو الكلمة بتنتهي بكونسنانت اللي هو البتيم، فبنستخدم اي ي يو. لكن لو الكلمة بتنتهي بفاول، فبنكتب بعدها ي يو. فمثلا لو انا عايزة اقول انا أكون معلمة، تونن سون سنيم، سون سنيم اهي، سون سنيم، سون سنيم اخرها اهو احنا شايفين
consonant اللي هو الباتسيم، لان هو جاي تحت هنا الكلمة لما بتنتهي بكونسوننت تحت كده بيبقى اسمه باتسيم. فسون سن نيم يبقى نجيب بعدها ايه؟ يايو، لان احنا قلنا ايه يايو؟ لما الكلمة تنتهي بكونسوننت اللي قبلها او الاسم اللي قبلها بينتهي بكونسوننت. فعايزة اقول انا اكون معلمة، فبقول تشونن سون سن نيم يايو. طيب لو انا بشتغل طبيب، طبيب قلنا يعني ريسا ري سا ري، ده حرف اللي هو الانج وهنا ده حرف مركب ري سا. الاسم هنا اللي هو ريسا اللي هو طبيب، ريسا بتنتهي بايه؟ بتنتهي بفاول، فعشان كده بنقول ريسا ييو، مش ييو، بنقولها ييو. كابانج، كابانج يعني حقيبة، كابانج يبقى كابانج يايو يبقى تكون حقيبة. فمثلا ما هذه؟ هذه حقيبة أو هذه تكون حقيبة. كابانج يايو. هاكيو، هاكيو مدرسة، هاكيو، هاكيو آخرها فاول يو يو، فقلنا إيه؟ يايو. يبقى سون سن نيم يايو، ريسا يايو، كابانج يايو، حكيو ييو. بالطريقة دي بنعرف امتى بنكتب ييو وامتى بنكتب ييو. يبقى الفرق عندنا او الفرق في اللغة الكورية عن اللغة الانجليزية ان اولا الفعل بيجي في الاخر، ثانيا ما عندناش الفروق اللي هي بين هو وهي وانا ومثلا انت وهم وكده. فيرب تو بي ما بيختلفش على حسب الحاجات دي، هو بيختلف على حسب بس الكلمة اللي قبليه او الاسم اللي قبليه اخره كونسوننت ولا اخره فاول بس. تمام. حاجة كمان، اللغة الكورية ما فيهاش مثلا ايه او ان او زي او كده زي الانجليش، هي ما فيهاش كده، هي اي ما كانت الاسم اللي قبلها الاسم اللي بيجي فبنقول بعديه ايه يو او ييو على حسب قلنا الباتسيم او الفاول او الكونسوننت والفاول. طيب لو عايزين بقى نسأل عن حاجة، لو عايزين نسأل عن حاجة بنقول مو مو ييو مو ييو مو ييو مو ييو، يعني ما هذا مو ييو. فمثلا مو ييو ما هذا، فهقول مو ييو مو ييو موري ييو، يعني هذا ماء، هذا ماء. ماء لوحدها يعني مول، مول يعني ماء. ولما بنجيب بعدها ييو علشان هي اخرها كونسنت او باتسيم فبنقول مول، هي اسمها مول. طب الره اللي هو الحرف ده اللي احنا ساعات بننطقه ره وساعات بننطقه لام، لو بنقول كلمة ماء لوحدها بتبقى مول، لكن لما بنقول يعني بننطق وراها ايايو بنقولها موري ايايو. ليه موري؟ لان احنا هنا الدوت لما بيجي تحت بينطق لام، لكن لما بيبقى جاي وراه كده يعني اللي هو الانج وبعديه فاول، الانج كده كده ما بينطقش الا لو جه باتيم، فهو هنا ملوش نطق، فبنطلع الحرف ده كأنه فوق واحنا بننطق يعني، فنقول موري لان احنا الراء ده لما بيجي وراها قلنا فاول بننطقه راء، يعني الحرف ده لما بيجي وراه فاول بينطق راء، لكن لما بيجي نهاية مقطع بينطق لام. فلو هنقولها لوحدها مول، لكن كده موري ييو موري ييو. تمام. يبقى مو ييو مو ييو يعني ما هذا، فاحنا نقول موري ييو يعني ماء. طيب لو جيت مثلا قلت مو ييو ما هذا مو ييو وشاورت مثلا على مدرسة، فحد جاوبني وقال لي هاكيو ييو، لان هاكيو اخرها باول فبنقول هاكيو ييو مش ييو، هاكيو ييو. طيب انا ممكن استخدم هاكيو ييو دي اللي هي معناها انا بقول مو ييو ما هذا،
فحد قال لي هاكيو ييو، يعني هذه تكون مدرسة. فأنا ممكن أقول له هاكيو ييو، هاكيو ييو ده بيبقى معناها هل هذه مدرسة، برضو بلهجة سؤال. فكلمة مثلا سونسين نيم ييو على حسب نبرة صوتي ممكن تبقى إجابة وممكن تبقى سؤال. ممكن مثلا مثلا بسأل حد عن وظيفته، فحد قال لي تشونان سونسين نيم ييو أو سونسين نيم ييو، أكون معلمة. روح أقول لها سونسين نيم ييو، كأني بقول لها هل أنت معلمة؟ سونسين نيم ييو. فطريقتنا بتفرق، ممكن نعمل الحاجة كسؤال وممكن الحاجة تكون إجابة. ييو أهي وييو أهي، كاتبة لكم إن قبلها بيجي اسم، والأمثلة أهي. فهنا لو قلت مثلا مورييو، مورييو كده معناها هل هذا ماء، لاني قلتها بطريقة السؤال مورييو. لكن لو قلت مورييو دي معناها إجابة، هذا يكون ماء. إييو وييو اتفقنا ان هي فورمال. فلما بنيجي نعرف مثلا نفسينا بنتكلم مثلا عن اسمنا، فنقول تونان كذا 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 إييو أو ييو. أنا مثلا تونان ريحاب إييو، لأن آخر اسمي اللي هو ريحاب، فبقول تونان ريحاب إييو، ريحاب إييو، ريحاب إييو. لكن مثلا لو اسمي مثلا ندى، هقول تونان ندى ييو، تونان ندى ييو. ليه؟ لأن ندى آخرها فاول، ندى تونان ندى ييو، وهكذا. مثلا برضو عن الوظائف تونان سونسين يمي ييو، تونان غيسا ييو، وهكذا. فإييو هي فعل يكون وبتيجي يعني في كل حاجة، مثلا ما هذا، هذا كذا، فلازم آخرها بتكون كلمة إييو أو ييو. من أنت؟ أنا كذا، أنا أكون كذا، هذا يكون كذا. فإييو ييو من أهم الجرامر في اللغة الكورية، ومن أهم الجرامر الفورمال كمان، يعني ما ينفعش نتكلم مع حد بطريقة فورمال وما نستخدمش إييو أو ييو. وكلمة فورمال بنستخدمها اللي هي جوندمال، جوندمال اللي هي الفورمال. فلما نيجي مثلا نقول الحاجة دي بطريقة الجوندمال معناها بالطريقة الفورمال، الحاجة دي بطريقة البمال، البمال يبقى الحاجة دي بالطريقة اللي هي العادية الفريندلي يعني. كده خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. تاني مش عارفة هعرف اعمل فيديوهات في رمضان ولا لا، لان طبعا انتم عارفين شهر رمضان الواحد ما بيبقاش يعني عارف ان هو يعمل فيه كذا حاجة، لان الواحد بيبقى عايز يركز اكتر على طبعا يعني العبادة وكده، مع طبعا مسؤوليات الحياة. بس ان شاء الله لو قدرت اعمل فيديوهات هقول لكم قبلها، وطبعا اكيد انتوا هتعذروني سواء عملت او ما عملتش، بس ان شاء الله هنكون مع بعض يعني بشكل او باخر. وكل سنة وانتوا طيبين، انيو